السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم موعد مباراة منتخب السنغال وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة. يستضيف ملعب أحمد أهيدجو مباراة قوية تجمع بين منتخب السنغال وبوركينا فاسو في الدور الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2021. تأهل منتخب السنغال الغير مقنع كمتصدر لمجموعته، وذلك بعد أن جمع 5 نقاط في الدور الأول من فوز على زيمبابوي وتعادلان سلبيان مع غينيا وملاوي، وفي دور 16 تأهل على حساب منتخب الرأس الأخضر بالفوز بهدفين دون رد، ومن ثم تمكن من الفوز على الحصان الأسود للبطولة غينيا الاستوائية. بدأ منتخب بوركينا فاسو كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الأولى بجانب الكاميرون والرأس الأخضر وإثيوبيا، وتأهل من المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم واجه منتخب الجابون في دور 16 وفاز عليه بركلة الترجيح، وفي مفاجأة من العيار الثقيل تغلب على نصور قرطاج في دور 8 بهدف دون رد. موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو هو الأربعاء 2 فبراير 2022 على ملعب أحمد أهيدجو، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والتاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وال11 بتوقيت الإمارات. تبث منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريا عبر شاشات قناة بين سبورت، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهم بين سبورت ماكس 1 و 2. ولا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة.